قلت مرة سابقة، السلطان جمعية خيرية بحد ذاته. لم يكن التاريخ وحده الذي وقف عاجزاً عن وضع عنوان مناسب للعلاقة الكبيرة التي جمعت بين الشقيقين المقربين، فما جمع بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وأخيه الأمير سلطان كان أكثر من علاقة أخوة وقفت المشاعر والكلمات عاجزة أمامها. فلماذا كان الأمير سلطان أقرب إخوة الملك سلمان إليه؟ إليكم أصل القصة. في عائلة مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز آل سعود تكثر الحكايات وتتنوع المواقف ودرجة التقارب بين الإخوة الأحباب، وكأي عائلة عادية تهدأ فيها روح أحد الإخوة مع شقيق معين، كانت تلك العلاقة التي جمعت بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وأخيه الأكبر الأمير سلطان، حيث تجاوز الملك سلمان علاقة الأخ بأخيه مع الأمير سلطان ليجسد مفهوماً أكثر قرباً في علاقتيهما معاً، ألا وهو مفهوم الجسد الواحد، فكان يشعر بألم أخيه دون أن يراه ويفهم ما يصبو إليه دون أن ينطق، حتى أنه نظم في حضرته الشعر بفيض المشاعر في وقت لم يكن فيه أديباً ولا شاعراً. ولم يفارق الملك سلمان مدينة الرياض التي ولد فيها وعين أميراً عليها لفترة طويلة إلا في ملازمته لأخيه في رحلته العلاجية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي امتدت لأكثر من عام كامل، وهي أطول فترة غياب عاشها العاهل السعودي خارج أسوار مدينته المفضلة. وليس هناك أبلغ من الكلمات التي ساقها الملك سلمان بن عبد العزيز حينما تحدث عن أخيه الأمير سلطان، والذي كان واحداً من أساطير مدرسة الملك عبد العزيز آل سعود، وذلك على هامش حفل افتتاح جامعة الأمير سلطان الأهلية في 28 من فبراير عام 2010، حيث فاجأ الملك سلمان حينما كان لا يزال أميراً لمنطقة الرياض، فاجأ أخيه الأمير سلطان بكلمة مرتجلة لم تكن ضمن برنامج الحفلة تفيض بمشاعر حب وتقدير لشخص أخيه، حيث بدأها قائلاً: يا سيدي، لست بأديب ولا بشاعر، لكنها فيض المشاعر، ولقد أحببت فأحببت، ولقد كرمت فأكرمت. واستطرد الملك سلمان في وصفه لتاريخ الأمير سلطان الذي كان في حد ذاته مؤسسة خيرية قائلاً: لقد رعيت فرعيت، لذلك ليس غريباً عليك أن ترعى كل عمل خيري بالسر والعلن. وأنهى الملك سلمان حديثه المرتجل بالثناء على أخيه، مؤكداً أن أمل الشعب في دعمه الخيري كبير. برهن الأمير سلطان على تلك العلاقة الكبيرة التي جمعته مع الملك سلمان، حيث قام باستدعاء الأمير سلطان بن سلمان الابن الأكبر للعاهل السعودي، حيث قام بالاتصال به بشكل مفاجئ في بيته، وهو الأمر الذي جعل القلق يتسرب لقلب الأمير الشاب. وعلى ما يبدو من نبرة الأمير أن هناك أمراً هاماً. بالطبع اعتقد الأمير سلطان بن سلمان أن الهدف من اللقاء العاجل الذي تم استدعاؤه إليه أمام وزير الدفاع السعودي يتعلق بالطيران المدني أو أمر خاص يتعلق بالوزارة، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز فاجأه بترشيحه لأن يكون أميناً عاماً لهيئة السياحة الوطنية التي أنشئت للتو. ولم يخفي الأمير سلمان بن سلطان خوفه من تولي هذه الحقيبة الجديدة نسبياً على بلاد الحرمين، وهو ما أكده لعمه أنه ليس خبيراً في هذا الشأن. على الفور أجابه الأمير سلطان بأنه لا يريد خبيراً في السياحة بقدر ما يريد شخصاً عسكرياً قادراً على الحفاظ على حقوق الهيئة الجديدة بما يدعم حركتها وطنياً، وهو ما كان. فما رأيك في طبيعة العلاقة بين الشقيقين؟